اهلا وسهلا فيكم من جديد، ومنرحب ايضا بجميع المشاهدين اللي انضموا لنا يعني في الوقت الحالي. مشاهدينا، في يعني العديد من القضايا اللي احنا مرات ممكن احنا نستغرب منها او ممكن نرفضها، لكن هي واقع موجود بشارعنا الاردني، ويعني دائما ما نسمع بالعديد من القضايا ونتعاطف وممكن نستنكر وجود مثل هاي الممارسات في مجتمعنا الاردني اللي تعودنا على وجود الالفه ويعني المحبه التي بتسود في المجتمع، لكن يعني قضايا جدا ملامسه لواقعنا، ألا وهي قضايا التحرش. بدنا هيك يعني نطرق لجانب صغير من الموضوع. أكيد سمعنا كنا عن الشاب اللي تغرم بغرامة مالية 1500 دينار وأيضا بحكم لثلاث شهور بالسجن، هذا لأنه جرب انه يعني يحكي مع بنت معينه، لكن لما صدته ورفضته سب عليها بجمله معينه، واعتبرها القضاء بان هاي ذم وتحقير، بناء عليه انحكم الشاب هذا الحكم. هذا يعني جانب من 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 القضيه ممكن احنا اليوم رح نتناقش فيها، لكن الجانب العام هو موضوع الجرم، نحكي الجرم التحرش الجنسي، هو هذا الموضوع اللي احنا حابين نحكي فيه، وخصوصا بدنا نحكي عن وجود قانون في قانون العقوبات بجرم نحكي التحرش الجنسي. وحتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع موجودة معنا بالاستوديو الست يعني والأستاذة المحامية هالة عهد، وهي أيضا ناشطة في مجال قضايا حقوق المرأة، لحتى نتعرف أكثر على هاي القضية وأبرز العناوين وأبرز المواضيع اللي بتهم هذا الموضوع. لهيك مشاهدينا، احنا وحضراتكم نرحب بالأستاذة هالة. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي، شكرا على الاستضافة. يا هلا فيكي. أستاذة، بداية بدنا نعرف مين هو المتحرش عامة، وأيضا يعني شو دور القانون في هذا الجانب؟ هو ابتداء يعني إذا نبدأ في الحديث عن التحرش بحد ذاته، هو عبارة عن مجموعة من السلوكيات الواسعة التي قد تكون لفظية أو سلوكية، التي تندرج تحت إطار تقديم يعني لها طابع جنسي خلافا لرغبة الضحية. وبالتالي المتحرش هو كل من يقوم بهذا السلوك لأنه بيعتقد بأنه إما له سلطة على هذه الضحية ليمارس هذا السلوك، أو إما لأنه يعتقد أن له الحق في ممارسة هذا السلوك ضد الفتيات. وهو أن يقوم بعدد من الأفعال، سواء بإلقاء كلام أو بإلقاء نكات أو بالتحديق الذي فيه إيحاءات جنسية، الأصوات التي تحمل أيضا تعبيرات كالتصفير وغيره، وأيضا إلى أن نصل إلى المرحلة التي جرمها القانون، وهي مسألة الاعتداءات الجسدية التي تطال جسد المرأة أو جسد الضحية على وجه التحديد. إذا أردنا أن نشير إلى القانون، فإنه القانون الأردني للأسف لم يعرف ما هو التحرش. يعني لن تجدي في قانون العقوبات حتى لفظ التحرش، لن تجدي في قانون العقوبات. صحيح. لأن القانون يتطرق فقط للاعتداءات الجسدية، اغتصاب، هتك عرض، أو فعل منافي للحياء في مكان عام. لهذا يعني عدد كبير كان من المطالبات يعني الحقوقية والنسوية بأن يكون هناك تعريف وضبط لمفهوم التحرش، لأنه للأسف كما أشرتي في المقدمة هو بات يعني بتنا نشهده بشكل أو بآخر، سواء بالشارع أو في أماكن العمل أو غيرها. كما أن هناك حاليا مشروع معدل لقانون العقوبات مطروح أمام البرلمان فيه تعريف للتحرش، ولكن نتمنى من البرلمان أن يقوم بضبط تعريف هذه الجريمة بشكل واضح، بحيث تمتد لتجريم العدد أوسع من الأفعال خلاف الاعتداءات الجسدية. طيب أستاذ، إذا عم نحكي عن تعريف عامة، عم نحكي عن اغتصاب، عم نحكي عن هتك عرض، عن تحرش، وعن نحكي أفعال قد تخدش الحياة العام، يعني كلهم بيأدوا إلى نفس نحكي المنطقة، وهي نحكي تحرش. إذا بدنا نحكي عنها كنوع من السلوك، سواء كان تحرش جسدي أو تحرش سمعي أو نفسي، لأنه في الحالتين هي نتيجة واحدة، هي بتؤدي لنحكي مصيبة أو كارثة بالنسبة للشخص الآخر. فشو إذا يعني الفروقات القانونية بين هدول الأربعة، سواء اغتصاب أو هتك عرض أو خدش الحياة العام أو يعني التحرش؟ الاغتصاب عرفوا القانون بشكل واضح بأنه يقوم رجل بمواقعة امرأة، يعني بأن يكون بينهم علاقة جسدية،
وهي امرأة غير زوجته. نعم. في هذا وأن تكون هذه العلاقة هي العلاقة الطبيعية بمعنى العلاقة الجسدية الكاملة. نعم. ولكن هتك العرض هو قد يقع على امرأة وقد يقع على رجل. يعني قد يكون الضحية امرأة أو رجل. وهو أن يتم الاستطالة إلى أعضاء الجسد الأخرى بهذا. نعم. المعنى، وهي قطعا عقوبتها في القانون أقل من عقوبة الاغتصاب. ثم نأتي لفعل منافي للحياء، هو أن يقوم الشخص سواء كان ذكر أو أنثى أيضا بإتيان أفعال في الشارع تعتبر إما بإبداء العورة أو غيرها، أو إتيان أي فعل قد يعد بأنه هذا الفعل منافي للحياء العام وللمنظومة الاجتماعية السائدة. ولكننا نتحدث عن الأفعال التي ليست مجرمة في التحرش الجنسي، وهي التي تتعرض لها الفتيات بشكل أكبر في الشارع أو حتى في أماكن العمل. أحيانا يتم دعوة الفتاة للعلاقة الجسدية بشكل مباشر. نعم. إرسال قبلات في الهواء أو نظرات بطريقة معينة أو التصفير كما أسلفت، التحديق الذي قد يسبب إزعاج. صحيح. للفتاة، إلقاء النكات البذيئة على سبيل المثال، أو حتى في بيئة العمل أن يكون الزميل إلى جانب زميلته ولكنه يفتح شاشة الكمبيوتر على صور غير لائقة وغير ملائمة. نعم. الإلحاح في الهواتف أو عبر إرسال الرسائل، كلها طالما جاءت في إطار جنسي وخلاف لرغبة الفتاة الضحية، فهي هذه كلها تعد أفعال تحرش. تحرش، تمام. طيب يعني أستاذ، بدنا نستعرض هلا احنا وحضرتك نحكي عن مادتين 305 و306، وهذا من تقرير يعني أعدته زميلتنا عبيدة عبده. يعني زي ما شفنا أستاذة، طبعا هذا يعني تقرير عدده زميلتنا عبيدة عبده لبرنامج كلام صريح وهي في حلقة سابقة، لكن تناولت في يعني عدة محاور عم نحكي عن العقوبات المدرجة. لكن إذا بدنا نحكي عن درجة العقوبة للتحرش الجنسي بناء على يعني عدم وجود أو تجريم للتحرش الجنسي في قانون العقوبات الأردني، شو رح يعني يصير بالأيام الجاي، أو هل رح تكون عقوبته موازية نحكي عقوبة الاغتصاب أو عقوبة نحكي هتك العرض أو ما إلى ذلك من مواضيع بتتعلق بهذا الموضوع؟ لا طبعا، يعني أكيد طالما نحن نتحدث يعني هناك قاعدة قانونية مهمة أن يكون هناك تناسب في العقوبة مع الفعل الجرمي. نعم. فلا يستوي أن نقول بأنه يعني معاكسة فتاة بالقول لها أنها فتاة جميلة أو ترتدي شيئا جميلا بهذا الإطار، حتى لو كانت هي ترفض. نعم. هذا الكلام وقد يسبب لها جرح بشكل أو بآخر، أن نضعه في نفس العقوبة مع جريمة الاغتصاب. وطالما نحن نتحدث بمسألة حقوقية بحتة، فمن غير المقبول أيضا أن نقبل. نعم. بأن يكون هناك تشدد غير. نعم. مقبول بحيث تصل هذه الجرائم إلى هتك العرض أو إلى جرائم. نعم. الاغتصاب. طبعاً ولكن إلا إذا ما أدى هذا الشيء لا. طبعاً هذه مسألة مختلفة. نعم. ولكن يعني لهذا نحن نطالب بأن يكون هناك ضبط للمصطلح، لأنه أيضاً المصطلح واسع. صحيح. وفضفاض، ولا نريد أيضا أن يكون هو مدخلا للافتراء في موضوع الجرائم. صحيح. وأنه أي عبارة قد تؤخذ بأنها أيضا هي تحرش، يعني ينبغي. نعم. أن تضع الأمور في سياقها. وطالما هناك قاعدة قانونية تقول بأن لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص قانوني، وهذا أحد حقوق الإنسان. نعم. فإنه ينبغي أن يكون هناك يعني وصف واضح للسلوك الجرمي الذي يرتكبه الشخص، وأن تكون العقوبة تتناسب مع هذا الفعل. لهذا. نعم. نطالب بأن لا تكون هناك نصوص واسعة وفضفاضة حتى في قانون العقوبات، حتى في المقترح المقدم، حتى أولا لا
لا يعني نضطر إلى أنه القضاء قد يضطروا أحيانا يمتنعوا عن تطبيق النص لأنه النص بين أيديهم ليس واضحا، وحتى لا نظلم آخرين يعني صحيح. أيضا وأن يتم محاسبتهم بناء على نصوص واسعة وفضفاضة وبالتالي ننتهك حقوقهم، فنكون صحيح. عوض أن نريد أن نحمي الضحايا ولكننا أيضا نسيء لآخرين، نخلق ضحايا أخرى. آخرين لذلك نعم. نقول بأنه ضرورة ضبط النص، تحديد الأفعال التي تعد من أفعال التحرش، وأن تكون هذه العقوبة متناسبة مع هذا الفعل والسلوك. نعم. وطبعا نحن حين نتحدث عن سلوك تحرش ومتحرشين يعني ليس القانون هو فقط الجهة المسؤولة أو سيكون الرادع، هي مسألة لها علاقة بالمنظومة الاجتماعية السائدة، الاجتماعية والنفسية يعني كمان. أن يكون يتم التعامل مع المرأة على أنها جسد فقط أو أنها محتوى للإغراء نعم. أو للإغواء، وأن يكون هناك تدخل في لبسها نعم. وفي سلوكها، وأن يكون لسلوك المرأة أو لبسها أو تصرفها هذا سبب ليراه البعض نعم. للهجوم عليها أو للتهجم أو للتحرش بها. هذه المنظومة يعني نحتاج أيضا للعمل عليها برفع بالتوعية بالتربية بنشر الثقافة بتعزيز مكانة المرأة في صحيح. المجتمع كمواطنة كاملة المواطنة يعني ومساوية للرجل. ممكن أستاذة بجوز أنت بتوافقيني الرأي أنه هاي الأسباب ممكن بترجع لا لا لمفاهيم عديدة منها الكبت الجنسي والثقافة الجنسية، يعني أطفالنا من يكونوا صغار إذا بتطرقوا لهذا الموضوع لا عيب أسكت ما تحكي يعني الكل المحيط فيهم، فبصير بالنسبة له هذا الموضوع خطير وبنفس الوقت حاب أنه يكتشفه، فلما بيكبر بنصدم الواقع أنه هو فعليا إشي موجود بين إيديه، لكن أهله كانوا يعني على تعتين كامل على الموضوع انه لحمايه طفولته نحكي او نظرته، لكن هذا برضه بيؤدي يعني عامل مساهم في وجوده، ما بعرف اذا بتتفقي معي بين بتفق. هذا واحد من نعم. الاسباب. المساله لها علاقه بالكبت الجنسي والسلوك وغيره، ويصبح كل ممنوع مرغوب والى نعم. هذا غياب منظومه قيميه واخلاقيه ودينيه نعم. رادعه صحيح. هذا ايضا مهم. وجود المرأة في المجتمع، كيف ننظر إلى المرأة؟ تنظر إليها إلى أنها كائن لها الحق في الخروج إلى العمل وممارسة حياتها العامة، أم تراها هي عنصر أقل وبالتالي لك سلطة حتى لتتهجم عليها أو لتتحرش بها؟ هذه كلها مسائل. ناهيك على أن هناك أيضا أمراض نفسية للمتحرشين، لأنه المتحرش نوعين، في متحرش مريض وهو الذي يعني كل رغبته هو أن يتحرش بالآخرين سواء كانوا ذكور أو إناث، يشعر بالمتعة في هذه الحالة، أو المتحرش العرضي الذي هو يعني ليس إنسان مريض سلوكيا ولكن قد يمارس التحرش في حياته مرة أو مرتين أو أكثر ولكن ليس كسلوك يومي في حياته. كلها هذه مسائل يعني تشجع على أن يكون هناك بيئة حاضنة لأن يكون هناك سلوكيات صحيح. لها علاقة بالتحرش صحيح. طيب أستاذة إذا بدنا نحكي عن التحرش بالشباب أو الذكور يعني حتى بالقانون ما شفنا أي نص قانوني بيحكي عن موضوع التحرش بالذكور، وهو أمر كمان موجود في مجتمعنا وقد يعني قد نشاهده في بعض الحالات في الشارع أو في أي أو في الجامعة أو في المدرسة، فكيف ممكن يتعامل القانون مع هاي الحالة؟ يعني دائما بنعرف إن الضحية هي الفتاة، طب في حال إذا كان الضحية هو الشاب هو من تعرض للتحرش كيف ممكن يتعامل معها؟ هلأ على الأعم والأغلب أن ضحايا التحرش هن الفتيات والنساء نعم. للأسباب التي ذكرناها والتي نعم. لها علاقة بالنظرة إلى المرأة والسلطة التي يشعر بها الرجل بأنه له الحق في أن يمارس هذا السلوك، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك تحرش بالرجال، هناك تحرش. القانون كما أسلفنا لم يتطرق لكافة أشكال التحرش، تطرق للاعتداءات الجسدية. القانون يغطي الاعتداءات الجسدية على الرجال أيضا، لأن كما أسلفت أنا سابقا بأنه هتك العرض أو المداعبة المنافية للحياة هي قد تطال الذكور، يعني كما تحديدا هتك العرض قد تطال الرجال يعني حتى البالغين، ولكن المداعبة المنافية للحياة أو هتك العرض في بعض حالاته فقط للأطفال تحت سن ال 18 سنة. لهذا نحن نقول أنه يجب أن يكون هناك تعريف واضح للتحرش وتجريم هذه الأفعال بغض النظر عن مرتكبه سواء كانت امرأة أو رجل، وبغض النظر عن جنس الضحية سواء أيضا كانوا امرأة أو رجل. ليش يعني هذا نحكي ليش بس تحت سن 18؟ طب ما بعد سن 18 في شباب نحكي غير قادرين على الدفاع على أنفسهم، ممكن يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ممكن يكونوا من ذوي الإعاقة أو أشخاص غير قادرين نفسيا على الدفاع عن نفسهم، فليش بس
تحت سن 18. هذه مشكله لانها تتعلق بالرضا، فهناك افتراض بانه فوق سن 18 سنه اصبح هناك رضا بممارسه هذه العلاقه وليست جبرا. ولكن قطعا القانون عالج الحالات الاعتداءات على ان كان هناك ضعف جسدي او نفسي، اذا كان في حاله اكراه تام تهديد تحت التهديد، او كان في حاله اغماء في غير وعيه بسبب تعرضه، يعني كل التصنيفات هذه ايضا غطاها قانون العقوبات. وعلى العكس حتى مشروع قانون العقوبات قد شدد العقوبات على من يقوم بهذه الاعتداءات على ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم. جميل. طيب دكتورة، إذا بدنا نروح يعني ننتقل هيك لموجة أخرى بالشكاوى أو نحكي بهاي الاعتداءات، أحيانا بتتعرض البنت لنحكي التحرش أو الاعتداء أو شو ما كان، أو الاغتصاب أو شو ما كانت، يعني إحدى القضايا اللي بتتعلق بالتجريم بما يخص الاعتداء الجنسي، بتروح البنت بتشتكي. بذات الوقت برضه الشاب لما يشوف ان البنت عم تشتكي عليه وكذا بيجيب شكوى كمان انه هي مثلا دار بيته عامله في كذا. هلا في قضايا معينه يعني وممكن احنا نتناقش فيها اكثر فيما بعد، يعني حول الشكوى الكيديه نحكي. صحيح. في العديد من الحالات القضاء لا ياخذونها بعين الاعتبار، في حالات عديده يعني احنا ممكن ازودك فيهم تشوفيهم حضرتك كمحاميه، القاضي لا ياخذ فيها بعين الاعتبار، بيحكي لك لا انه هي مش بنفس اليوم اشتكى الشاب، لا والله ثاني يوم. ممكن يجيب تقرير طبي انه هي مثلا اللي اذيته او هي دعسيته او هي ضاربيته او شو ما كان. ففي حال وجود الشكاوى الكيديه والباطله ضد الفتاه، في حال اشتكت او توجهت القضاء، طبعا هاي حاله يعني ممكن نشوف 4-5 حالات بس مش دائما، مش كل الحالات، لكن في حال وجود هاي الحالات وفي حال وجود شكاوى كيديه وباطله، شو هو افضل خيار اذا في حال القاضي ما اخذها في عين الاعتبار؟ مرة أخرى نحتاج لتجريم العديد من السلوكيات حتى تستطيع الفتاة اللجوء للقضاء. نعم. وإلا هي لن تستفيد من اللجوء للقضاء. نعم. في بعض الشكاوى طالما هذا الفعل غير مجرم. نعم. مشكلة الشكاوى الكيدية هي مشكلة مؤرقة لموضوع العدالة. نعم. في الأردن ولموضوع القضاء، لأنك تجديها في مختلف الأشكال، حتى في مشاجرة بسيطة ذم وقدح ستجدي. نعم. من يقوم في هذه المسألة، وهناك نشاط حقوقي على ضرورة يعني إجراء عدد من التعديلات بحيث يتم ضبط هذه المسألة وأخذها بعين الاعتبار. الواقع حاليا ليس ورديا، يعني لا أستطيع أن أقول لك بأنه سيتجنب الشخص الشكوى الكيدية، لأنها على القضاء أن يحقق في أي قضية إلى أن يصدر حكم يثبت بأنه هذه الشكوى كانت كيدية. ما يجري أحيانا للأسف هو تم حل المشكلة عند المراكز الأمنية. يعني يأتي شخص ليتقدم لدى المركز الأمني بشكوى، ثم يأتي شخص آخر يتقدم بنفس الشكوى، المركز الأمني ليس له الحق في أن يفصل في هذا النزاع ويقول اذهبوا إلى المحكمة. نعم. ولكن للأسف لأنه لدينا أيضا توسع في مسألة التوقيف قبل المحاكمات. نعم. سيقول لهما سأودع كليكما السجن. نعم. إما تتصالحا وإما سأحيلكم للقضاء. فعلى الأغلب سيضطر الطرف، حتى الطرف الذي يعد ضحية في هذه الحالة. صحيح. سيضطر للمصالحة حتى لا يذهب إلى القضاء. نعم. بصالح أو إلى هذا السيستم. نعم. بدنا نحكي يعني عن الورقة اللي رفعتها اللجنة الوطنية لحقوق المرأة اللي متعلقة في هذا الموضوع، بدنا نحكي عنها بشكل موسع أستاذ. اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بوصفها الجهة المعنية بتقديم المقترحات لرئاسة الوزراء وللبرلمان حول تعديلات القوانين، لأن لها أيضا لجنة قانونية أتشرف أني عضو فيها، تضم أيضا هذه اللجنة تمثيل عن منظمات المجتمع المدني، ولها أيضا جناح آخر يتعلق بعلاقاتها مع منظمات المجتمع المدني، هيئة تنسيقية لمنظمات المجتمع المدني. فبالتوافق تم تقديم مقترحات حول قانون العقوبات. نعم. بالتعديلات التي ينبغي أن تكون عليها. جميل. وهي تعديلات واسعة وكبيرة، ومنها أيضا متابعة لمشروع قانون العقوبات. نعم. من هذه التعديلات تعديلات تخص النساء على وجه التحديد. نعم. بحيث يتم يعني تجريم العنف ضد المرأة بشكل أكبر، إلغاء. نعم. المادة 308 الخاصة بتزويج المغتصبات. نعم. ضبط الأفعال التي يتم على أساسها إفلات جناة
مرتكبي ما يعرف بارتكاب الجرائم بحجة الشرف، وكذلك ضبط المواد المتعلقة بالتحرش الجنسي. نعم دكتورة يعني أو أستاذة إن شاء الله يعني نشوفك إن شاء الله دكتورة. بدنا يعني إذا بدنا نحكي عن الحل نحكي المجتمعي أو إذا بدنا نحكي عن مراكز الإصلاح والتأهيل في حال تم تجريم نحكي المغتصب أو المعتدي أو شو ما كان المسمى اللي بتعلق بالتجريم والاعتداء الجنسي، بتم نقله نحكي بداية لمراكز الإصلاح والتأهيل. لكن إذا بدنا نطلع على واقع مراكز الإصلاح والتأهيل ممكن تكون هاي المراكز فعليا ما عم تصلح ولا عم تأهل الشباب في هذا المنطلق، ممكن بعد ما يطلعوا من المراكز يكون في حقد موجود داخلهم بدهم ينتقموا من المجتمع وبترجع بتتكرر مثل هاي الحالات. إذا بدنا يكون أيضا في مثلا بضمن قانون العقوبات أو شو ما كان يعني حضرتك أدرى بموضوع القانون بموضوع مراكز الإصلاح ومساهمتها نحكي بتطوير وتحسين ثقافة ووعي الشباب بخصوص نحكي الكبت الجنسي والثقافة الجنسية، بما أنه إحنا لهلا مش قادرين أنه ندرج هاي المواضيع لأنها مواضيع نعتبرها حساسة نوعا ما طبقا لمنظومة الأخلاقية نحكي والدينية والمجتمعية بالأردن، فلسه مش قادرين ندرجها نحكي ضمن المناهج الدراسية. لكن إذا بدنا نحكي على هذا الموضوع في مراكز الإصلاح والتأهيل في مراكز نحكي اللي بتساهم بتحسين سلوك الفرد اللي تعرض لهذا الجانب من حياته، شو برأيك حسب القانون شو بيسمح لنا يعني؟ شكرا، يعني هذه مسألة مهمة جدا. نعم. أنا شخصيا ويوافقني كثيرين نعم لسنا من هواة إيداع الناس في السجون. نعم. وتحديدا حين نتحدث عن موضوع التحرش الجنسي، إذا كنا نتحدث أنه بدءا من سلوك له علاقة بالصوت أو باللفظ أو بغيره صحيح. إلى أن نصل إلى أقصاها وهو الاعتداء الجسدي بالاغتصاب. نعم. صحيح هناك أفعال ينبغي إيداع صاحب يعني من اقترفها سجن، لأنه هذا سيشكل له ردع وسيشكل ردع للآخرين. نعم. وينبغي بالطبع يعني هذه مسألة مهمة أن لا يكون السجن هو مجرد حجز للحرية، ولكن أن يكون هناك عمل على إعادة التأهيل النفسي والدمج المجتمعي. ولكن في عقوبات أخرى الأفعال أخرى تتعلق بالتحرش ينبغي أن يكون هناك عقوبات بديلة، عقوبات مجتمعية. يعني الشخص الذي يقوم بالتحرش بزميلته في العمل أو يتحرش في فتاة مرت بالشارع بسبب أو بآخر أو بطريقة أو بأخرى من أفعال التحرش، ليس لا أقول بيجب إيداعه السجن، ولكن ربما أطلب منه أن يقوم بخدمة اجتماعية مع النساء بحيث يعزز له ثقافة احترام عنده ثقافة احترام النساء، أو أن يخضع لدورات تدريبية كورس تدريبي معين لساعات محددة أو أيام محددة حول حقوق النساء وغيرها. يعني هذا أعتقد بأنه كافي. المسألة ليست أننا نريد أن نجرم الأفراد، ولكن نريد أن نخلق ثقافة تحترم النساء وبالتالي تجعل البيئة آمنة للنساء للخروج إلى الحياة العامة والتفاعل في المجتمع. يعني إحنا متمنى بيوم من الأيام نوصل فعليا لمرحلة نخرج عن نطاق مرأة ورجل ونخرج عن هذا يعني النطاق، لكن يعني هو أكيد شيء موجود في حياتنا، ويعني قضايا المرأة هي قضايا يومية، ونتمنى يا رب أنه يعني يجي يوم بطل نسمع على قضايا التحرش والاعتداء والاغتصاب. وأكيد يعني جهودكم مثمرة دائما، السلك القضائي وحضراتكم المحامين دائما جهودكم مشكورة، وحضرتك يعني دائما ما شاء الله عليك مبدعة ورائدة في مجال حقوق المرأة. لهيك احنا بنشكر وجودك معنا اليوم، ويعني نتمنى نشوفك بالأيام الجاي بالعديد من المواضيع والقضايا اللي بتهم أيضا المرأة وأيضا كافة حقوق الإنسان. شكرا لك. شكرا لك. شكرا، شرفتينا. هلأ مشاهدينا بدنا نطلع لفاصل، بس قبل الفاصل بدنا نذكركم بإيميل البرنامج لكل حدا حاب يشاركنا بالمواضيع اللي يعني نتناولها خلال برنامجنا، مثل موضوع اليوم اللي عم نحكي عن التحرش وقانون العقوبات. لكن نتمنى أنكم تشاركونا من خلال إيميل البرنامج h.اليوم@الأردن.com. بعد الفاصل نكون معكم.